أخطر الملفات الحارقة للحقبة متاع 10 سنوات الماضية هو الملف السوري، باعتبار أنه هذا الملف هو اللي يحتوي كل معناها الأوحال المتعلقة بالعشرية الماضية في علاقة بالأمن القومي تونسي وفي المنطقة. لأنه ملف التسفير هو إرجاع العلاقات مع سوريا، وملف الإرهاب وتكوين الجماعات الإرهابية سواء اللي نفذت في أوروبا أو نفذت في سوريا أو في العراق أو في ليبيا كان كذلك في تلك الفترة وفي علاقة بالملف السوري. دونك هنا أنا قراءتي للي صار أنه راشد الغنوش يحاول أنه يستبق، لأنه عارف أنه ملف شو معناتها يستبق، يقول لهم هاو شو نصرح وانتم وقفوني. لا لا خنكلمك لا نفهم الحاول أي فهمك أي. نفسر للناس اللي قاعد تسمع فينا. يحاول أنه يستبق بمعنى شنو؟ بمعنى أنه يعرف أنه هذا الملف سيفتح وهناك إرادة سياسية حقيقية عكس الإرادات السياسية السابقة الكل في فتح هذا الملف وكشف كل خيوط الأمنية والجهات اللي تمكنت من أنها تعبث بالأمن متاع تونس وأمن المنطقة وأمن البحر الأبيض المتوسط كل. يعني ما ننساوش وهنا نفتح قوس أنه وصلنا في الفترة الأخيرة وكنا نبهنا وقلنا الكلام هذا في المنابر الإعلامية، إرهابي يخرج من مدينة تونسية يبات في دولة اللي هي إيطاليا ومن غدوة ينفذ في فرنسا. وقت خرجنا وتكلمنا وقلنا راو هذه العملية هي التي دقت الأسفين الأخير في نعش ما قبل 25 جويلي، والناس ما فهمتش حديثنا وقتنا، وتوها بدأت أوروبا تنتبه للشيء هذا ولخطورة أنه يكون ملف كهذا مغلق ولا يحاسب كل من وقف وراءه وكل من سنده ودعمه. إذن حصر المسألة في مجرد التصريحات اللي قالها راشد الغنوشي هي غاية راشد الغنوشي نفسه وكل من يقول هذا الحديث مهما كان التيار الذي ينتمي له ومهما كان الفكر الذي ينتمي له فمشكون حتى يتوقع أنه بشخرج ومهما كان فمشكون يتوقع أنه بشخرج في الأيامات الجاية. أنا أقول لك حاجة، أنا من جاي هنا لبش نصفي حسابات لواحد، أنا جاي هنا بش نحكي الحاجات اللي أنا مقتنع بها، مش نحكي بصفة موضوعية. أنا القضاء أخويا أنا مانيش نحكم فيه، والقضاء ما عندوش فلس عند واحد يمشي فيه، واللي عنده فلس يفضل يقول. أنت ابن القضاء. أنا نقول حس إنه في الاتجاه الصحيح. اليوم هناك إرادة حقيقية للإصلاح داخل المؤسسة القضائية قاعدة ماشية في طريق صحيح. ثم محاولات لإعاقة هذا التطور وهذا مسألة طبيعية، لكن في نهاية الأمر سيصلح القضاء وشد ثنية صحيح قاعد يخدم على روحه.